توقعات الفلك لمواليد الأسد بالأسبوع الأخير من شهر حزيران جون من عام 2021. عزيزي الأسد، بتبلش هالأسبوع بيوم جيد وبتكون مرتاح، فالتلاتة 22 عامة بيحمل بعض المشاريع الجديدة ويمكن تعلن فيه عن هالمشروع، والأربعة 23 زاهر بالأمال وبالوعود، إذن بداية جيدة. بيتطلب منك كوكب ساتيرن وكوكب بلوتون التأني ابتداء من الخميس 24 ولأواخر الشهر، يعني حاول ابتداء من الخميس تخفف النمط، ما تستعجل، يمكن تستاء من بعض التأجيل وتدرك انه اجا هالتأجيل لمصلحتك بعدين. اول شيء بتتضايق، بعدين بتشوف انه منيح يلي صار هيك. ليش بدك تاخد قرارات متسرعة؟ مش لازم، مشي بتمهل، بتكتم، بسرية، سواء بحياتك المهنية او الشخصية بهالفترة. ارجوك راهن على ايام جيدة بالمجال العاطفي وعلى ملاقات الحبيب. أمتين يوم الخميس 24، يوم السبت 26، ويوم الأحد 27. بس في تأني ضروري بين 26 و27 حتى ما تدفع الثمن. بتراهن على هالأيام بس بتكون متروي. انتبه من محاربة البعض لإلك ومن إثارة الضغينة والأحقاد عن طرف بيثير نجاحك غيرته. حاول انك تراعي المشاعر وتلعب ورقة الليونة مهما كانت الظروف. اضباط جموحك، خاصة اذا شعرت انه في شيء ما عم بيغير الامور وبيحصل بطريقة غير اعتيادية حولك، خاصة اذا كنت عم تتطرق لجديد بحملك مسؤوليات اضافية. بتزدهر الاعمال اخر الشهر او اخره، وابتداء من مساء 28، يعني 29 30 33 29 والأربعة 30، يمكن تتوصل لإنجاز جيد جدا وتبلش بعمل وتستفيد من ظروف سابقة وتقدم على مبادرات أو مجازفات.